صراحة عمينك ليه صار جيت للشخص ليه خطرين نتسمى من الناس اللي جربوا لي كارتة 5 سنين وجربت لي كارتة 25 فرق كبير كمان وما نعرفش مازلت نجرب معناتها شو جرب 35 ولا شيء؟ ايه معناتها ما نعجبش نقول لك ما فماش مقياس ما فماش حاجة. لكن بالنسبة لك حتى مش اعتمادا على تجربتك الشخصية كترى أصدقائك الدايرين بك عامة بالنسبة لي كان هما اللي يتفاهموا أكثر اللي أقرب في العمر ولا اللي ربما يقول لك فما زاد الناس اللي هما يتقاربوا في حاجات أخرى مش العمر مش العمر في العواطف في, يعني في المستوى الاجتماعي ما نعرفش سامي دولي جو سي با اما يذول لي مثلا كي تبدا في تقريب قراب العمر وكل فما برشا حاجات لا فما برشا حاجات اون كومون مي او ميم تو فما وقت اللي وقت البريسيون والغسره والمشاكل ما فماش شكون يجير هو خاطر عنده اكثر خبره اكثر دونك ان هذه كانت الفكره نتاعي بون شكرا لي انا جو بونس يعني ما يلزمش يكون برشا اي 40 خمسه ست سنين اي سافا كيك خاطر خاطر كي مش يبدا فما برشا كا خاطر حتى كيما قلت في الاسبري وكل ماهوش باش يكونوا كيف كيف باش يجي وقت لازم باش يكونوا بعاد.